نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. وحين تخطينا المناقب وارتمت بنا العيس تهوي في مسالكها القفر، وقلت ألا أين الحطيم وزمزم، وما لي محجوزا عن الركن والحجر. وقلت لقلبي قد ملكتك مرة فما أنت إلا طائر طار في وكري. أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المكرم في هذا المسار، زي ما عودناكم نختبر وننقل لكم مشاعر أحبة كرماء لنا من جاليات يسكنوا بمكة المكرمة. اليوم عندنا إخوة كرماء علينا من إريتريا، فحياكم الله وحياهم الله. حياكم الله يا مشايخ، يا أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ الحمد لله رضي الله عنا وعنكم يا رب العالمين. اللهم عنا. في البداية نتعرف عليكم، تفضل شيخنا. الحمد لله، اسمي سليمان عبد الله إبراهيم، ما شاء الله، من إريتريا، مقيم في المملكة بصفة عامة من 43 سنة، ما شاء الله، وفي في مكة المكرمة 31 سنة. اللهم زد وبارك. وأشكركم على الاستضافة. الله يبارك فيك شيخ سليمان، شرفنا بك. الله يبارك. بارك الله فيك يا رب العالمين. تفضل شيخنا. حياك الله شيخ أحمد، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا حياك الله سيد أحمد، وحيا الله الأخوة المشاهدين الكرام. الله يكرمك. ولنا الشرف في ظهور قناة مكة المكرمة. اللهم. أخوكم إبراهيم بن إدريس نور الدين، إريتري، من مقيم في مدينة جدة. ما شاء الله، حيا الله شيخ سليمان. الله يشرف نور، ترفتمونا ونورتمونا. الله يبارك فيك، أكرمكم الله. شيخنا نبدأ معك، حدثنا عن أول لقاء لك قبل 43 سنة مع هذه الكعبة المشرفة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني زي ما قلت لك 43 سنة، فالواحد عشان يسترجع المشاعر اللحظية هذيك قد تكون صعبة بحيث أن يجيبها كما كانت يعني. ولكن يعني الحمد لله الواحد كمسلم هو لقاءه أو تعلقه هو قبل أن يأتي لمكة المكرمة أو قبل أن يشاهد الكعبة، فتعلق قديم. والحمد لله يعني مشاعرنا لا توصف حقيقة. سلام. من يوم ما أتينا وإلى الآن يعني الحمد لله، ما شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل هذه المشاعر. اللهم آمين يا رب العالمين. شيخنا إبراهيم حياك الله. الله يحييك. الله يبارك فيك يا رب العالمين. ونسألك أيضا بعد سؤالنا لشيخنا المبارك، كيف أول مرة لما قابلت الكعبة؟ حدثنا عن كلماتك لها وماذا كلمتك أيضا؟ الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله يمكن المشاعر ما تكون مثل الشخص اللي يأتي على مكة المكرمة على كبر. نحن من فضل الله عز وجل، الله عز وجل اصطفانا واختارنا أن نكون من سكان جوار مكة المكرمة، وهذا التوفيق من الله عز وجل، نحمد الله عز وجل عليها النعمة العظيمة هذه. فما تكون المشاعر مثل الذي يكون يعني على كبر ويغيب عن مكة ثم يحضر إليها على كبر، تكون مشاعره جياشة وعظيمة. سلام. لكن بشكل عام المؤمن بطبيعة المسلم يعني بطبيعته، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجد في قلبه مشاعر وحب وحنين للكعبة المشرفة. سلام. وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، والمؤمن يعظم ما عظم الله ويحب ما حبه الله جل وعلا. سلام. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث،
عن مكة: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له حب وتعظيم لمكة، والمؤمن بطبيعته كذلك يحب ما يحب الله ورسوله. المجاعر دائما تكون جياشة وحب وحنين، حتى لو تكررت الزيارة تريد أن تعود، ثم تزور مرة أخرى وتريد أن تعود مرة أخرى وهكذا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. اللهم آمين. تقبل الله هذه المشاعر الطيبة يا رب العالمين. أرجع لك شيخنا وأسألك أيضا، أول ما أتيت إلى مكة أنت ذكرت أنك في السعودية 43 سنة، نعم، ولكنك في مكة 31 سنة، نعم. فما الفرق بين عندما كنت خارجها وعندما كنت داخلها؟ حدثنا، هل تغير فيك شيء؟ هل تغير في فكرك شيء؟ بارك الله فيك. الحمد لله، طبيعة الحال الأمور واحد يقدر يفصل بين الأمور باستشعار أو بمعرفة الفضل للشيء. فإحنا عندما نتذاكر في فضل الكعبة أو فضل المكة أو من فضائل التواجد حول الكعبة، يستحضر الفضائل هذه ويستشعر بها شعور خاص جدا، لدرجة احنا واصلين يعني لو خرجنا كل ما بعدنا من الكعبة أو من الحرم نشعر بضعف أو كمان بنقصان. يعني عندما نذهب إلى جدة نحب أن نعود سريع ونشعر أن احنا نقص مننا شيء، يعني ما نرتاح إلا لما نعود إلى الكعبة، إلى مكة يعني بصفة عامة. الله أكبر. فمثل ما قلت أول، يعني الشعور أو المشاعر لا توصف، خصوصا عندما تعرف قيمة مكة بصفة عامة والكعبة بصفة خاصة، وأهل مكة كذلك الحمد لله، يعني التعامل مع أهل مكة بصفة خاصة عالية جدا، ما تشعر أنت كأنك في قربة حقيقة. فهذا الله بين أهلك، سبحان الله، يعني بين أهلك، هم فعلا أهلك، يعني سلام. لما نسمى أهل مكة سلام. فإحنا خصوصا بلدنا قريب جدا سلام. يعني أنا لما يقولوا من فين أنت أقول لهم من كورنيش. كيف من كورنيش؟ أقول لهم من كورنيش، بس أنت تعدى الكورنيش تلاقي بلدي، يعني اطلع في أكبر برج وشق الأنوار في الليل تشوف عاصمتي اللي هي أسمرة، يعني 45 دقيقة من مطار جدة إلى أسمرة العاصمة. بمعنى الواحد يرافقك إلى جدة حتى يستودعك في المطار، يعني هو قبل ما يرجع لمكة وقيد أنت وصلت بيتك، وتقول له أنا في البيت، يقول لك أنا لسه ما جيت بيت، يعني إلا إذا كان الشباب المصري يمكن يوصلوا سريع، لكن بالسرعة المحددة هذه إذا واحد ساق ما بين 100 إلى 120، فأنا أسبقه في أروح أوصل أسمرة قبل ما هو يوصل مكة. يعني يا سلام، فأنا أهلها في الأصل، يعني إن شاء الله. والله يا هذا شرف كبير، يعني الحديث معكم شيق، إلا أن نستأذنكم لفاصل حتى نتصل بهذه الأفكار العظيمة والمشاعر الجياشة. بارك الله فيكم وسلمكم أيها الأحبة الأكارم من مشاهدين ومشاهدات، فاصل لنتصل بكم ونواصل، فانتظرونا مشكورين. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال.
من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد وفي برنامجكم المكرم وفي هذا المسار زي ما عودناكم. اليوم نستضيف أحبة لنا من إريتريا، فحياكم الله حياكم، حيا الله مشايختنا من جديد. الله يحييك. الله يرضى عليكم يا رب العالمين. اللي استكمل معك شيخ إبراهيم الحوار، دائما أهلينا في أصقاع الأرض من المسلمين لهم مشاعر تجاهكم عندما تأتون إلى هذه البلدة الطيبة، كيف يرونكم؟ كيف يشعرون تجاهكم؟ إذا زرتموهم أو قابلتموهم ها هنا ماذا تتحدثون؟ اذكر لنا قصة، عبارة، موقف. والله طبيعة الحال المشاعر تكون جياشة سبحان الله. سلام. يعني يغبطوننا على النعمة اللي احنا فيها. سلام. يعني تقول انتم في نعمة في بجوار الكعبة المشرفة وبجوار المدينة المنورة كذلك، فيغبطوننا عليها ويقولون لا تنسونا من الدعاء وإن شاء الله إننا نحاول نجيكم وكذا. المشاعر دائما تكون جياشة وعظيمة جدا، فما إن يأتي أحدهم إلا إلى مكة والمدينة تجد لا يريد أن يرجع. يا الله. يعني من عظمة المكان وهيبة، خاصة إذا كان غايب عن الحرمين الشريفين سنوات طويلة، فتكون المشاعر جياشة بشدة جدا يعني. أسهل. فسبحان الله الحمد لله نحن في نعمة، صلى الله أن يثبتنا عليها واجعلنا شاكرين لهذه النعمة. اللهم آمين. اللهم آمين. شيخنا سليمان، هل قرب إريتريا بهذا القرب يعني يجعل أهلها يأتون إلى الحرم كثيرا، أم أنه لا يعني لا يأتون إليها كثيرا؟ في الحقيقة هي بالتسهيل، يعني اللي عنده إمكانية يأتي يأتي، لكن فعلا ما دام المسافة زي ما قلت لك يعني قصيرة جدا، والوصول إلى سهل جدا يعني، طبعا يكون لها عمرة أو حج. صحيح. والأمور تتيسر بتيسير المعاملات يعني. أسلام. والحمد لله بيأتوا بقدر ما يستطيعون يعني. أسلام. الحمد أسلام. لله وما يتكلفون كثير لعدة أسباب، يعني المسافة زي ما قلنا والتكاليف بسيطة. أسلام. وكذلك هنا يعني مع الجزيرة متداخلين احنا، انا اسره يعني في الاصل. يا سلام. فبياتوا بدون تكلف يعني بصفه عامه، احنا نستقبل ضيوفنا والله الحمد يعني ما شاء الله، فما في اي اشكاليه وتردد كثير جدا يعني الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بحكم ما شاء الله انه لك فتره كبيره في مكه مكرمه، تربى ابنائك في مكه؟ الحمد لله. ولدوا وتربوا. كيف شعورهم تجاه إريتريا؟ وكيف لما يروحوا هناك اصحابهم، هل يعني يشوفون بطريقة أخرى، أو إيش يعني الحكاوي اللي بيناتهم وقصص اللي بيناتهم؟ في الحقيقة هم يعني مواليد المملكة إن شاء الله، وتربية مكة. سلام. فأصحابهم هنا وليس هناك، سبحان الله. نعم. أسلام. وحتى العلاقات اللي هي الفيسبوك والتواصل الاجتماعي كلهم أهل مكة يعني. سلام. فحتى يعني ما يشعروا أنه هم من بلد آخر. صحيح. هذا من حسن التعامل أهل مكة معهم. السلام. وبالنسبة لنا يعتبرون قرباء هم يعني. لما يجي يقول لك أنتوا إيش تقولوا له هذه هناك يعني يسألك يعني. يعني كأنهم يعني أنتم مرجعهم في بعض الأشياء التي في بلدهم. هم الآن يعني أولويتهم هي هنا يعني صراحة. السلام. أولاً ما راحوا كثير البلاد لأنه مرتبطين بالمدارس وكذا. 30 سنة ما شاء الله. وثانيا اللي هم أقرب الأقرباء اللي هم الأجداد يأتون للعمرة والحج. مثلا. أنا شخصيا بروح كل 10 سنين مثلا، وحق 20 يوم. نعم ما شاء الله. وأقعد تقريبا أقصى حد 20 يوم ولا أكمل شهر كمان بارتباطي بالعمل وبالأسرة وهكذا. فإحنا يعني المشاعر مشاعر خاصة، وزي ما تفضلت برضو الأبناء يعني الآن مهاجرين ومهاجرهم هنا كبروا كل شيء، لكن تواصلهم أكثر شيء مع زملائهم في المدارس وأصحابهم في الأحياء. سلام. وكلهم من أهل البلد يعني ما عندهم أي علاقة مع أحد ثاني. يا سلام يا سلام. وهذا والله من جمال الجيرة في مكة مكرمة، أنك فعليا تحس نفسك من أهلها، من ربعها، من الأصدقاء نفس الكلام، فهذا شيء جميل صراحة. وأسأل الله أن يحفظهم يا رب العالمين. اللهم آمين. ويمتهم نبات الحسنة يا رب العالمين. شيخ إبراهيم، لعلي أيضا أسألك، يعني لو قلنا لك أنك توجه كلمة إلى شباب مكة،
فماذا تقول لهم حقيقة بقلب عاش في مكة المكرمة؟ والله بصفة عامة يعني من يعيش في مكة أو حول مكة يعني مثل أهل الطائف أو أهل جدة أو من يكونوا قريبين من مكة، يعني أقول لهم أذكرهم أو أذكر نفسي أولا ولهم أن هذه نعمة عظيمة الله عز وجل يصطفي بها من يشاء من عباده من بين الملايين وقد يكون مليارات المسلمين، فيصطفيك الله أنت ويجعلك بجوار بيته العظيم أو حتى في حرم نبيه عليه الصلاة والسلام في المدينة، هذه اصطفاء واختيار من الله عز وجل، قد لا تشكر هذه النعمة فيسلبها الله عز وجل منك يا الله. وهذا من الحرمان يعني ومن التوفيق كذلك أنك تعرف عظمة هذه النعمة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله، قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل خير ثم يقبضه عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. فالحرمان كل الحرمان أنك تطوف العالم كله شرقا وغربا شمالا وجنوبا ثم لا تستطيع أنك تطوف حول الكعبة سبعا، والحرمان كذلك أن تقرأ كل شيء في وسائل التواصل الاجتماعي بالساعات الطوال ولا تستطيع أنك تقرأ آيات من كتاب ربي. فهذه من علامات التوفيق أن تعرف قيمة ما أنت فيه من نعمة وتحمد الله عز وجل وتجتهد قدر المستطاع في أنك لا تنقطع عنهم. يا سلام. مكة أو المدينة كذلك الحرم النبوي الشريف. سلام. فلا تنقطع عنهم ما دمت قريبا منها. فأنا أعرف أشخاص كانوا يقيمون بالقرب من مكة والمدينة وأجبرتهم الظروف على الغربة والخروج من أرض الحرمين، فالآن يكادون يعني يبكون دما حتى يرجعوا إلى هذه النعمة التي كانوا فيها. تسأل واحد تقول له إيش تبغى لما ترجع من المملكة؟ يقول لك ما أبغى إلا أن أزور مكة والمدينة فقط. يا الله. فأنت كنت في نعمة، والآن إذا أنت في نعمة بجوار مكة والمدينة حاول أنك تجتهد قدر المستطاع في أنك تري من الله عز وجل من نفسك خيرا. يا سلام. نسأل الله التوفيق والإعانة. شكرا على هذه الكلمات. لعلي أختم بوصية من عمنا صراحة، يعني ما أنك يعني عشت في مكة، إيش وصيتك لأهل مكة؟ يعني ما أعطينا وصية من قلبك. جزاك الله خير. في الحقيقة يعني كما ذكر أخي وزميلي هو الفضل عظيم جدا، وكذلك أهل مكة أحب أن أستسمحهم على أي تقصير مني ومن عيالي، هم صفة خاصة ربنا يعني اختارهم بجوار بيته العظيم ولخدمة الأمة الإسلامية، فأطلب منهم السماح على والعذر على أي تقصير، وبالإضافة أن أشكرهم على كل ما قدموه لنا خلال جلوسنا معهم إلى الآن، وفعلا يعني جزاهم الله خير ما قصروا معنا في تعاملهم من كل جهات، يعني جزاهم الله خير يعني الله. فهم يعني الحمد لله يعني بلد الدين الله. الدولة حماها الله يعني وكمان يعني ربتهم أحسن تربية المناهج الدينية، فهذه المناهج عكسوها لنا احنا ما شعرنا بأنه في غربة فعلا يعني. فكل ما أقول هو الشكر والمعذرة على تقصير مننا بس. والله أنتم تاج على رأسنا. بسم الله. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. آمين. أبلغ سلامنا إلى أهلنا في إرتريا يا رب العالمين. بارك الله فيك. وإحنا اليوم في هذه الحلقة مشاعر اللقاء بكم مشاعر الجيرة لهذه البلدة الطيبة. أسأل الله أن يحفظها وأهلها يا رب العالمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومن قبل. بارك الله فيك. الشكر موصول لكم أيها الكارم من مشاهدينا ومشاهدات، لأن نراكم في لقائنا آخر. نستودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسال. مكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء
تجدد من مقال وأفاض فضلا سبغا فيما تجدد من مقال من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال كالكون زينه الهلال.